وهذه مهمة لم يقم بها إنسان. هذا هو قلب سفينتنا، غرفة المحرك ومحرك الموجات القوي. مرحبا يا كابتن، أنا كبير المهندسين أوريان. إذا اشتغل محرك الموجات هذا كما ينبغي فسنشهد مفاجأة. وكيف يعمل محرك الموجات؟ إنه معقد قليلا، ولتبسيط الأمر فإنه يقوم بضغط جزئيات الفضاء ويحولها إلى ذرات التاكيون، وبذلك تتحرك أسرع من الضوء. هل فهم؟ أجل بالتأكيد. أظن أنكما رأيتما كل شيء على السفينة الآن، سأراكما فيما بعد على الجسر. أوريان، هناك شيء أود أن أسألك عنه. عرفت أنك كنت رئيس المهندسين عند الكابتن أفاتار لمدة طويلة. هذا صحيح. لابد أنك تعرف أي نوع من الرجال هو. وينستار، هيا يجب أن نعود. لقد كان أخي مع الكابتن أفاتار في معركة أفلوتون ولم يعد. فهمت، أنت شقيق أليكس. إذن أنت لست الوحيد الذي يفقد عزيزا. لقد دمرت عائلات كثيرة، وفقد الكابتن أفاتار ولده في المعركة نفسها في أفلوتون. إنه قائد ممتاز، إنه يدرك ما ينبغي عمله ويفعل ذلك مهما كان الثمن، وهو لا يلوم الآخرين ويستمر في بذل الجهد. كيف تجري أعمال التصليحات؟ هناك تسرب من خزان الطاقة، نستطيع تصليحه يا كابتن. كابتن أفاتار، لقد أتممنا التصليحات في وحدة نقل الطاقة. جيد، افحصوها. شغلنا المحرك الاحتياطي، حولنا إلى خلية الطاقة، ثانيتان لإتمام التوصيل. توصيل دوران الخلية من 80 إلى 90. البوصلة بدأت العمل. شغلوا مفتاح محرك الموجات، ارفعوا جهاز الأمان. 10 ثوان لتوصيل نقطة الطاقة. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. الآن شغلوا بكامل الطاقة. الاتجاه زاوية 32. إنني أبذل جهدي. إذا كان باستطاعتك أن تفعل خيرا من ذلك تعال وافعل ذلك بنفسك. ليس صحيحا، لا شيء لدي في المحركات، لابد أنها غلطة أجهزتك. آسف يا أوريون. لا بأس يا فينشر، تعال لنشرب الشاي معا. فكرة جيدة. لا داعي للشكوى، إنني أبذل أقصى جهدي. ماذا يظنون أنهم يفعلون بنا؟ شغل أوقف. يبدو أنكم أعدتم دهان الغرفة، إنها تبدو جميلة. أين حفيدتي؟ هل هي بخير؟ ألم تصب بمرض الإشعاع؟ كلا يا أبي، إنها بخير. أحضروها، أريد أن أنظر إليها جيدا. أنا هنا يا جدي. أوه كاثلين، أوه يا حبيبتي كاثلين، لقد افتقدتك كثيرا. سوف ننجح في الوصول إلى إسكندار، كلنا في وحدة النجوم، لنا أناس نحبهم على الأرض. إنني أفكر بكم جميعا كل ليلة، وأنت خاصة يا كاثلين. كلا كلا، لا تذهبي، إننا بحاجة لمزيد من الوقت، لمزيد من الوقت. غرفة المحرك، ماذا تصنعون؟ شغلوا المحركات الاحتياطية. إنني أعرف ماذا سأفعل، افحص المحركات الاحتياطية. ديك، ماذا أصاب الكابتن؟ أغمي عليه. أغمي عليه؟ فينشر، إنني لا أسمعه. هبوط في قوة المحرك. سنفحص المحرك، انخفضوا، لا تدعوا الحرارة تؤثر عليكم. ألم تأخذوا حماما ساخنا من قبل؟ إننا نحاول معرفة ما يحدث. هيدي، لقد توقف محرك الموجات، حولوا إلى الاحتياطية. حاضر. ديريك، ماذا سيحدث لوحدة النجوم لو ضربت كلها دفعة واحدة؟ خرجنا لتونا من قفزة فضائية، هذا عبء كبير. أدرك أنها مجازفة، ولكن لابد منها، فإذا لم نحطم الوحش فإننا سنظل معرضين للخطر. هيا نفعل ذلك، هذه أفضل فرصة. أنا موافق، نستعمل مدفع الموجات. نوفا، هل وقعت في حب ذلك الرجل العجوز؟ عليك أن تتزوجي شابا، وكلما بكرت كان أفضل. جرتنا، فهناك كواكب كثيرة هنا،
أراهن أن بوسعنا العثور على كوكب جيد لو بحثنا عنه. لعلك على حق سباركس. لعل بوسعك اقتراح ذلك على الكابتن، إنه سيستمع إليك، أليس كذلك؟ أشك في ذلك. غرفة المحرك، ماذا يحدث؟ إن وحدة نقل الطاقة تحترق. ماذا تعني بهذا؟ إنه غاضب لأن ديريك لم يطع. ماذا؟ هل أطاعه لما حصلنا على تيتانايت؟ أنت محق، ولكن أجل، قد يصبح الأمر هكذا. وهل تستطيع السفينة إكمال الرحلة؟ لقد تعرضت لعطب شديد. أتظن؟ ماذا؟ إن كان جميع أهل الأرض قد ماتوا فعلا، ماذا لو كنا الوحيدين على قيد الحياة؟ بوسعنا البقاء هنا على هذا الكوكب. اسمع يا سباركس، لقد وافقت على الرحلة كاملة. أمر مجازفة على كلا الحالتين. ليست لدينا أوامر الهجوم. إنني لا أعرف ماذا كان سيفعل الكابتن. إنهم يتحركون نحونا، لست متأكدا من إمكاناتنا. إن الكابتن موجود على منصة القيادة، فهل يوافق على ما يقوله المساعد؟ إننا لم نبحث عن الجاملون، هم الذين عثروا علينا في موطننا على الأرض. أظننت أنه سيفعل شيئا كهذا. عد إلى هنا يا سباركس. أيتها الملكة، يؤسفني أن يكون أحد أفراد سفينتنا قد سبب لك المتاعب. أخشى أن تكون الرحلة الطويلة قد أثرت على بعضنا. شكرا لك. ما هذا؟ هل الجميع بخير؟ هذا غاز، ضعوا كمامات الغاز حالا. ديريك، إننا نتعرض لهجوم، قد صعد الجميل على سطح السفينة. الأرض